أعزائي طلاب الصف الحادي عشر المسار التكنولوجي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقوم اليوم بحل التدريبات النظرية للكتاب المدرسي للوحدة الأولى تطوير مواقع الويب. ولنبدأ الآن مع التدريب الأول صفحة 24، والسؤال: قم بتوضيح العلاقة بين كل من HTML، CSS وجافا سكريبت داخل صفحة موقع الويب. والإجابة هي: تمكننا HTML لغة ترميز النص التشعبي من إعداد الهيكلية العامة للموقع وإضافة المحتوى، وتستخدم قواعد CSS أوراق التنسيق المتتالية للتنسيق والتصميم لعرض الصفحة بطريقة أكثر جاذبية، وبينما يقع تطبيق مقاطع برمجية باستخدام لغة جافا سكريبت لإضافة محتوى تفاعلي للموقع ولتحسين وظائفه والتحكم في عمل العناصر المختلفة. وهنا عزيزي الطالب، يجب التنويه أن لغة HTML ولغة CSS ليست بلغات برمجة، فقط لغة جافا سكريبت هي لغة البرمجة. ولننتقل الآن إلى التدريب الثاني صفحة 24. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. أولاً، تستخدم HTML في إنشاء هيكلية موقع الويب. لنفكر قليلاً لنسترجع المفهوم في التدريب الأول. نعم، أحسنت، العبارة صحيحة. ثانياً، تمكننا CSS أوراق التنسيق المتتالية من إضافة المحتوى التفاعل الخاص بالموقع لتحسين وظائفه. دائما نرجع للمفهوم للتدريب الأول. خطأ، الإجابة الصحيحة جافا سكريبت هي التي تمكن من إضافة المحتوى التفاعلي الخاص بالموقع لتحسين وظائفه. لننتقل إلى السؤال الثالث. باستخدام قواعد CSS يمكن تصميم موقع الويب لجعله أكثر جاذبية. نعم، صحيح. رابعاً، تستخدم أوامر جافا سكريبت للتحكم وإدارة العناصر المختلفة في الصفحة. نعم، أحسنت، صحيح. لننتقل الآن إلى التدريب الأول صفحة 55، والسؤال هو: اختر الإجابة الصحيحة. أولاً، أي من الخصائص التالية يتولى إخبار المتصفح بما سيتم فتحه عند الضغط على رابط تشعبي؟ هل هي خاصية SRC أو URL أو Link أو HREF؟ لنتذكر مثلا، لنأخذ المثال التالي: الوسم A لإضافة رابط تشعبي، ثم كتابة خاصية HREF https://www.visitqatar.qa، والنص الظاهر: زوروا قطر. نتذكر خاصية HREF يعني Hypertext Reference، يعني مصدر الرابط التشعبي. إذن الإجابة الصحيحة هي HREF. والآن ننتقل إلى السؤال الثاني. ما هو وسم HTML المستخدم لإنشاء قائمة تعداد Bulleted List؟ هل هو وسم OL أو UL أو BR أو BL؟ لنتذكر عزيزي الطالب، أولاً، كلمة Bulleted List هي قائمة نقطية بالعربية. مثلاً نأخذ المثال التالي: هذه القائمة النقطية. لإنشاء هذه القائمة نستخدم الوسم UL. إذن الإجابة الصحيحة هي UL، An Ordered List، يعني قائمة غير مرتبة. لننتقل إلى السؤال الثالث. أي طريقة من الطرق التالية تستخدم لإضافة تعليق؟ مثلا نأخذ المثال التالي، هنا عنوان قطر، أضفنا التعليق التالي عنوان الفقرة الأولى، يعني الإجابة الصحيحة هي الأخيرة، هذه الإجابة.
ولننتقل الآن إلى التدريب الثاني صفحة 56، والسؤال: قم بكتابة أوامر HTML المناسبة للقيام بما يلي: أولاً، إخبار المتصفح بمكان الصورة، لدينا الجملة التالية: الوسم image، ثم مسافة، يعني سنكمل هنا الخاصية، يساوي picture.jpg. إذا عزيز الطالب، كيف سنخبر المتصفح بمكان الصورة؟ بأي خاصية؟ أحسنت، سنستخدم خاصية src، يعني source، يعني المصدر أو مكان الصورة. هذا هو الجدول الذي درسناه في الدرس. ثم لننتقل إلى السؤال الثاني: كيف يمكن تحديد عنوان الرابط التشعبي؟ في الجملة التالية هنا الوسم A لإنشاء رابط تشعبي، ثم هنا المسافة لإضافة الخاصية يساوي https://www.visitcutter.qa، ثم نغلق الوسم A. نعم أحسنت، نستخدم خاصية href. لننتقل الآن إلى السؤال الثالث: كيف يمكن تحديد نص بديل خاص بصورة ما؟ والمقصود هنا عزيز الطالب عندما يكون هناك مشكل في إظهار الصورة، مثلا تحذف الصورة من السيرفر، يعني الصورة لم تعد موجودة في السيرفر، أو هناك مشكل في إظهار الصورة من قبل المتصفح، سيظهر النص التالي عوض الصورة: The image can't be displayed، يعني الصورة لا يمكن إظهارها. إذا ما هي الخاصية التي سنكتبها؟ أحسنت، خاصية Alt. رابعا، كتابة الوسم الصحيح لإضافة فقرة بنص This is a paragraph. نتذكر عزيز الطالب ما هو الوسم الذي نستخدمه لإضافة فقرة؟ سهل جدا، أحسنت، الوسم P. ننتقل إلى السؤال الخامس: كيف يمكن إضافة فاصل أصل داخل الفقرة؟ والمقصود هنا الوسم الذي نستخدمه للرجوع إلى السطر. إذا لنأخذ المثال التالي، مثلا الفقرة التالية This is a paragraph، أريد أن تكون الكلمة الأولى this في سطر، وبقية الفقرة It is a paragraph في سطر ثاني. ما هو الوسم الذي نستخدمه للرجوع للسطر؟ أحسنت عزيز الطالب، هو الوسم br. ولننتقل الآن إلى السؤال السادس: إضافة العنصر list item سوق واقف إلى القائمة الغير مرتبة التالية. إذا عزيز الطالب، لإنشاء قائمة غير مرتبة نستخدم الوسم ul. إذا لإضافة العنصر سوق واقف نستخدم الوسم li. أحسنت، إذا نستخدم الوسم li ثم نكتب سوق واقف ونغلق الوسم li، ستظهر النتيجة كالتالي. والآن عزيز الطالب ننتقل إلى التدريب الثالث صفحة 57، والسؤال هو: قم بتعبئة الفراغات بالوسم tag والعنصر element والخاصية attribute المناسبة لإنشاء النموذج. أولاً، قم بإضافة زر إرسال من نوع submit وبقيمة button. لدينا الوسم form لإنشاء نموذج، ولإضافة زر إرسال من نوع submit وبقيمة button نضيف السطر التالي، نستخدم وسم الإدخال input، ثم نوع الزر type submit يعني زر إرسال، والقيمة value button. إذا كتبنا تلك الجملة النتيجة ستكون كالتالي. نلاحظ عزيز الطالب النص الظاهر على الزر وهو بوتون. ولننتقل الآن إلى السؤال الثاني: أضف زر إرسال سبميت بحيث يتم إرسال النموذج عند الضغط عليه إلى الرابط التالي http://www.myserver.qa/comments.php. لدينا النموذج التالي، والآن لإضافة زر الإرسال نضيف الجملة التالية input type submit value submit. والآن نخبر المتصفح
الرابط الذي سينتقل إليه عند الضغط على الزر Submit نضيف الجملة التالية أمام الوسم Form Action يساوي، ثم نكتب الرابط ونغلق بعلامة أكبر. إذا أضفنا ذلك الكود داخل صفحة HTML سنتحصل على النتيجة التالية. لننتقل الآن إلى السؤال الثالث، قم بإضافة حقل إدخال يستخدم من قبل المستخدم لإدخال كلمة سر وحقل إدخال آخر خاص للبريد الإلكتروني. لدينا النموذج التالي، لإنشاء حقل خاص بالإيميل نضيف خاصية إيميل أمام Type، ولإضافة حقل آخر لكلمة السر Password نضيف أمام Type للحقل الثاني خاصية Password. إذا أضفنا ذلك الكود إلى صفحة HTML سنتحصل على النتيجة التالية، هنا هذا الحقل لكلمة السر وهذا الحقل للبريد الإلكتروني. ولننتقل الآن عزيزي الطالب إلى التدريب الأول صفحة 75، والسؤال هو في مقطع HTML التالي، قم بإضافة قواعد CSS لتغيير لون كل خط من القائمة غير مرتبة إلى اللون المختلف. لذلك سنستخدم الطريقة الأولى وهي نمط الإضافة في النسق نفسه Inline Style، يعني سنضيف القواعد أو قواعد CSS داخل الأوسمة LI، وذلك مثلا بكتابة الخاصية التالية Style ثم يساوي والقاعدة Color Red ثم Color Green Color Blue إلى آخره، والنتيجة ستكون كالتالي. والآن ننتقل إلى الطريقة الثانية وهي طريقة ورقة الأنماط الداخلية Internal Style Sheets، يعني نضيف قواعد CSS داخل الوسم Head والوسم Style كالتالي. ولننتقل الآن إلى التدريب الثاني صفحة 76، في مقطع HTML التالي استخدم ورقة التصميم الداخلية Internal Style Sheet لتحرير المقطع بحيث يتم تغيير لون جميع عناصر B يعني الفقرة إلى اللون الأحمر Red، وهذا هو الحل، لتظهر الفقرات كالتالي. ننتقل الآن إلى التدريب الثالث صفحة 77، في مقطع HTML التالي استخدم ورقة التصميم الداخلية Internal Style Sheet لتحرير المقطع لتغيير جميع العناصر الموجودة بمعرف ID Bar 1 إلى اللون الأخضر Green، والحل هو كالتالي، لتظهر الفقرات كالتالي. لننتقل الآن إلى التدريب الرابع صفحة 78، في مقطع HTML التالي استخدم ورقة التصميم الداخلية Internal Style Sheet لتحرير المقطع ليتم تغيير لون عناصر P H1 إلى Red Italic و20 Pixels، ولون جميع العناصر تحت فئة Class Color Text إلى اللون البنفسجي Purple ونسقها بتنسيق غامق Bold. وأخيرا قم بتجميع المقاطع البرمجية معا لتصغير حجم المقطع الكلي، والحل هو كالتالي، والنتيجة ستظهر كالتالي. لننتقل الآن إلى التدريب الخامس صفحة 79، استخدم ورقة التصميم الداخلية Internal Style Sheet لتحرير المقطع ليتم تغيير لون جميع عناصر تحت فئة Class إلى اللون البنفسجي Purple. هنا عزيز الطالب معلومة مهمة، لتحديد جميع العناصر من نفس النوع في CSS نستخدم القوسين التاليين، يعني نكتب اسم العنصر ونستخدم القوسين بالشكل التالي. إذا الحل هو نكتب خاصية class بين القوسين ثم نكتب القاعدة color purple، والنتيجة ستكون كالتالي. ولننتقل الآن إلى التدريب السادس صفحة 80، في مقطع HTML التالي أضف ورقة تصميم خارجية برابط My Style CSS ثم قم بتحرير المقطع لتغيير لون جميع العناصر تحت فئة Class Color Text إلى اللون البنفسجي Purple، والحل هو كالتالي. هنا لربط صفحة خارجية من نوع CSS نكتب الجملة التالية ثم نضيف قواعد CSS التالية، والنتيجة ستكون كالتالي. ولننتقل الآن إلى التدريب الأول صفحة 104، قم بعمل التغييرات الضرورية لضبط لون خلفية الصفحة Background Color باللون الزهري بينك باستخدام طريقة Inline Style، يعني سنضيف القواعد داخل الأوسمة
هنا سنضيف القاعدة داخل الوسم body بالطريقة التالية، والنتيجة ستكون كالتالي. لننتقل الآن للتدريب الثاني صفحة 105. استخدم خاصية background color لتغيير لون الخلفية من اختيارك مستخدما طريقة internal style sheet، والحل هو كالتالي، والصفحة ستظهر هكذا. ولننتقل الآن إلى التدريب الثالث صفحة 106، والسؤال هو: قم بتحرير المقطع التالي لجعل جميع الهوامش margins الخاصة ب H1 يعني العنوان تصبح 20 بيكسلز، والحل هو كالتالي: نكتب خاصية margin ثم نقطتين والقيمة 20 بيكسلز، سنتحصل على الشكل التالي. ولننتقل الآن إلى التدريب الرابع صفحة 107، والسؤال هو: قم بتحرير المقطع التالي واستخدم خاصية ضبط الحدود بحيث تكون قيمة P إلى 5 بيكسلز solid وبلون أزرق blue، والحل هو كالتالي، والنتيجة ستكون كالتالي. وأخيرا لننتقل إلى التدريب الخامس صفحة 108، والسؤال هو: قم بتحرير المقطع التالي بحيث يتم ضبط لون الروابط إلى اللون الأخضر green مع تحويلها إلى اللون البنفسجي purple عند تمرير الفأرة فوق، والحل هو كالتالي. وفي النهاية أشكركم أعزائي الطلبة على حسن المتابعة، وسنلتقي إن شاء الله مع درس جديد.